السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل في كل مكان، أحييكم وأرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم رسالة من قطر. هذا البرنامج الذي ألفتموه يأتيكم يوميا من العاصمة القطرية الدوحة ليحدثكم عن كواليس المونديال. اليوم نستضيف لكم شخصية صنعت الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه اليوتيوبر سعيد ماموني. أهلا وسهلا بك سعيد. يا أهلا فيك وشكرا على الاستضافة وشكرا إلى قدومك إلى عندنا واتصلت بنا وصريت أن نتقابل معك، وهذا أول لقاء تلفزيوني راح أظهر فيه على قناة الهدف. أهلا وسهلا بك سعيد. طبعا عرفتموه، هو ذاك الشاب الجزائري الذي تعرض لاعتداء همجي من صامويل إيتوفيس رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عقب مباراة البرازيل كوريا الجنوبية. قبل أن نخوض في هذه الحادثة أريد أن أطمئن على صحتك، لأني وزميلي رافقناك إلى المستشفى، دخلت وخضعت إلى فحوصات طبية. يعني ما هي الأضرار التي تعرضت لها؟ صراحة هي الأضرار، إذا حكينا على الأضرار تكون أضرار نفسية أكثر من اللي هي تكون بدنية. أضرار نفسية عندما شخص مثلا مشهور نفس إيتو صامويل يعملك بهذه الوحشية، أن الأضرار تكون نفسية أكثر من اللي هي راح تكون بدنية. في هذه الرسالة حتى نقدم الجمهور، يعني سامحني راح نخرج على الموضوع، نقدم الجمهور حتى اللي سألني المشاهير للسوشيال ميديا الجزائريين والقنوات العالمية حتى اللي تواصلت معي حابة تسوي معي لقاء في هذا الموضوع. نقول لكم شكرا جزيلا على كل دعمكم وعلى كل تفاعلكم، لكن أنا الحمد لله الحين في صحة الحمد لله يعني ممتازة، وإن شاء الله حتشوفوا التفاصيل كلها في المستقبل بحول الله. إن شاء الله. طمنا على صحتك سعيد. أولا تعرضت إلى إصابة في الفك، قلت لي بعض الأوجاع على مستوى الذراع، ما هي حقيقة إصابتك؟ الصراحة كما الناس اللي شافت الفيديو، أنا حتى شاهدت اليوم الصبح يعني شفت الفيديو كيف كان، يعني الضربة كانت بالشوتة، يعني عندما ضرب هو يعني ضرب هنا كانت كل الضربة كانت بقوية، كانت هنا الألم كلها كان في هذا المكان وهنا، يعني ما كنت نقدر نمضغ حتى، لكن الحمد لله حاليا شوية تحسنت، شوية أحسن من اللي كانت أمس والصبح. حركة الفك تقدر تأكل الآن؟ شوية يعني الحمد لله نقدر، لكن ما جربت، أكلت مرة بس. قلت لي ما نمت إلا ساعة واحدة منذ يوم أمس منذ الحادثة. بالضبط، لأنه كانت إجراءات مع الشرطة كانت أخذت وقت كبير، وبعدين كانت إجراءات ثانية حتى هي أخذت وقت أكبر منه. أنت بعد هذه الحادثة توجهت مباشرة إلى مركز الشرطة أم انتظرت أم ماذا فعلت؟ هي الصراحة أول ما وقعت الحادثة أنا مباشرة توجهت إلى الشرطة وقدمت بلاغ. قدمت بلاغ ضد صامويل إيتو. شاهدنا أيضا في الفيديو حتى كاميرتك تعرضت إلى أضرار. الكاميرا وكل هذا احنا ما راح نعطيكم كل ما حدث في الواقعة. نعم. راح تكون في المستقبل، قلت لكم راح نقول لكم يعني شنو حدث وكيف كانت التفاصيل أصلا، كيف أصلا سبب الواقعة اللي وقعت، إن شاء الله راح نتحدث عليها في المستقبل. راح تجي يتسألون هل تضررت الكاميرا أم ما زال بحوزة الفيديو؟ لا هي والله العظيم لحد الآن الميموري، أخذت الميموري، الفيديو إن شاء الله محفوظ. الفيديو موجود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو موجود. نعم. قلت لي اليوم كان عندك تضامن من الجماهير الجزائريه والجماهير العربيه، قلت لي من كل الجنسيات تواصلوا معك وارادوا ان يطمئنوا على صحتك. حتى الصحف العالميه يعني حتى الصحف العالميه في صحف ما شاء الله يعني من كل انحاء العالم تواصلوا معي وحبون يسووا معي لقاءات على برنامج زوم، ويقولوا نتواصل معك ونسوي معك انترفيو. قنوات عالمية عربية وقنوات حتى عالمية خارجية، منها رياضية منها سياسية، قدموا برامج سياسية. أنا عندي علم بأنه الجزيرة مثلا تواصلت معك العربية. عندك العربية، عندك اسمها الفرنش ميديا، عندك الجو باي جول، يعني كثير ما أذكر أسماء قنوات، هم أسماء قنوات كثيرة، وحتى مشاهير صحفيين حبوا يسووا معي لقاء، وانتم كان لكم الحظ ان يكون اول لقاء تلفزيوني. نعم. حتى الصحافه الكاميرونيه قلت لي تواصلت معي. بالضبط، حتى الصحافه الكاميرونيه بعثت على الانستغرام وتواصلوا معي، لكن لحد الان ما رديت على حتى رسائل. الصحف الكاميرونيه انا دخلت قريت شويه اليوم الانترنت، لم تتعاطف مع صامويل إيتو بعد هذا الاعتداء الهمجي والوحشي. والله الصراحه انا قلت لك ما تبعتش، والله نمت ساعه واحده ومن الصباح الواحد يجري على باش يخلص اموره، وانت شفت معايا اليوم بلك شفت في المستشفى الواحد يحب يخلص اموره في اسرع وقت ممكن باش حقه يكون مضمون. نعم. وش قال لك الطبيب في المستشفى؟ قال لك لازم ترتاح، لازم ترتاح، وقال لي انت تعبان كبدني مش اكل، ويعني عندك ارهاق بدني، يعني وهذا صح، يعني نايم ساعه وشافه هو الطبيب يعرف.
نعم قلت لي أيضا أنه والدتك في الجزائر تأثرت كثيرا لما شاهدت هذا الفيديو. يعني ما فيش والدة يعني ما فيش أم ما تكونش قلبها حنين مع ولدها ولا تعاطف مع ابنها تشوف ولدها انضرب ولا تسمع ليه يعني في التلفزيون ولا يعني واضح أنا تأثر وطمنتها وتحصرت كثير حتى الوالد تحصر كثير على ولده كيف ضربه هذا وحتى تعارف العامية صار يدعو عليه ليش يقدر الله ما شاء فعل. نعم حتى شقيقك الأكبر اتصل بك لما كنا في السيارة منذ قليل يسأل يعني يسأل يطمن على صحتي ويقول لي ما تعمل في بالك ولا شيء إن شاء الله أمور راح تكون مليحة وإن شاء الله ربي دع إن شاء الله راح يأخذ حقك وإن شاء الله كل جزائري متضامن معك. أنت من أي منطقة في الجزائر؟ مشرية ولاية النعامة. مشرية ولاية النعامة. يعني كيف استقبل أبناء حيك هذا الفيديو؟ هل اتصلوا بك؟ هل تواصلوا معك؟ احكي لنا شوية. والله الرسائل أنا قلت لك الرسائل ما شاء الله تبارك الله نشكركم يعني من هذا المكان أشكر كل الناس تفاعلت معي أشكرهم جزيل الشكر تفاعلوا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وحتى أبناء بلدي ضامنين معي وقال لك يعني كيف ولد بلدنا ينظلم هناك وإحنا مثلا ما نتحدث عليه ولا كلهم ينشروا في صفحتي وإن شاء الله راح ناخذ حقي بحول الله. نعم سعيد اسمح لي البعض قال بأنه سعيد كان يبحث عن الشو الإعلامي يعني عمل هذا الحادثة وكان مبرمج هذا الحادثة من أجل البهرجة والفرقة على الإعلاميين. سبحان الله أشكرك على هذا السؤال صراحة أنا والله العظيم لست صحافي أما يوتيوبر يعني يوتيوبر يعني صانع محتوى راح يكون مثلا فلوج يقدم يتحدث مع كاميرا بس لست صحافي ما عندي هدف يعني هدفي هو أني أصنع محتوى لكن ليس هدفي أني أوصل لي مثلا قنوات تلفزيونية يكفي أني أوصل قناتي مش أوصل قنوات تلفزيونية لست صحافي. الفيديو كيف كان أنا طالع من الملعب ويعني كنت أصور لقاءات خارج أرضية الميدان حتى شفت أي طو حدث ما حدث ما راح أحكي على باقي التفاصيل أحكي عليها في المستقبل بحول الله. نعم لا نريد تفاصيل لأننا شاهدنا يعني الواقع عبر الفيديو. البعض يتساءل قال لك سعيد لم يكن مهتما بحماية نفسه بقدر ما كان مهتما بتصوير صامويل إيتو كيف ترد على الكلام؟ السؤال هذا سؤال حتى جيد راح نجاوب عليه لأن المشكلة في ناس تعتقد بلي هذا ضعف منك أنت كجزائري ضعف منك لماذا ما ضربتش إيتو مش عارفين أنا الضرر إذا أنا ضربت راح كل شيء راح أخسره. أول شيء راح أخسر حقي أنا ما راح أقدر أخذ حقي ثاني شيء راح أخسر الشيء اللي كان في الكاميرا إذا الناس شاهدت الفيديو وتعيد شاهد الفيديو أنا حافظت على الكاميرا أكثر ما حافظ على نفسي أنا مسكت الكاميرا ورحت ركبت أخذت الكاميرا ورحت باش حافظ الشيء اللي موجود فيها لكن الحمد لله السلطات القطرية ما راح تقصر إن شاء الله تجيب لي حقي. نعم شفنا أحد مرافقي إيتو اختطف منك الكاميرا. والله مرافقين حتى ناس حابة ترجع تعيد الفيديو تعيده كذا مرة الشخص هذا أنا شك فيه ومش حابة أتكلم قلت لك راح أعلن على كل شيء في المستقبل القريب بحول الله بعد ما تجيني من كاميرات المراقبة اللي في الملعب. نعم يعني أنت لم يكن هدفك الشو الإعلامي أو البهرجة الإعلامية سعيد هذا تنفيه مطلقا؟ والله انفيه مطلقا هذا فرق شيء يعني شيء في قلبي كان حارقني على بلدي ممكن حتى شفته ممكن حتى تكلمت على مشجعين تكلمت على هذا وبالك أنا أجي عن إيطو ممكن هذا الشيء صح ناس راح تزعل تقول نعم. صحافي ممكن ما عمل أنا عملته كصانع محتوى مش أنا أقل من الصحافيين هذا مهامهم يعني يقدر يطرح نعم. هذا السؤال لكن أنا مشيت عملت أشياء هذه بوصل رسالة كل جزائري وهو يعني كانت هذه ردة الفعل أنا مش حاب أقول شنو قلت بالضبط في نعم. هذه المقابلة مع إيطو صامويل لكن قلت لكم في المستقبل القريب راح تعرفوا كل التفاصيل. سعيد سؤال آخر خليني يعني إذا اتسع صدرك خليني أجالك سؤال آخر لبعض الجزائريين قالوا بأنه هذا الشاب يبحث عن التعويضات يعني يبحث عن استشاطة غضب إيطو بعد ذلك يعتدي عليه بعد ذلك يرفع دعوة في المحكمة من أجل الحصول على أموال طائلة لأنه نعلم أنه القانون صارم في هذا المجال. سؤال مضحك جدا عندي سؤال أنا ما شاء الله أنت شفت قنوات تلفزيونية شفت الأرقام وشفت تواصل معي واليوم عملت معك لقاء طلبت منك شيء يعني هذا شيء حدث المفروض انا اقول لك حب تعويضات وحب وقلت لي بانه قناه تلفزيونيه عرضت عليك 100,000 ريال يعني بيقول لي صديقي اذا سويتها مع قناه جزيره ممكن تطلب حتى مبلغ اليوم 100,000 ريال وما فوق ممكن تسوي معهم تغطيه. يعني هدفك ليس البهرجه الاعلاميه وليس الشو الاعلامي وليس الحصول على تعويضات. شرف لي ان يكون متواجد معهم قناه الوحيده الاخباريه تقدم الرياضه في الجزائر وهذا حدث رياضي. نعم سعيد
معلش يتسع صدرك ان شاء الله ان شاء الله شويه اسئله. لماذا ذهبت الى ايطو بالضبط؟ لماذا تريد استفزاز ايطو؟ تعرف انت بانه في حساسيه كبيره بين الجزائر والكاميرون، الحكم قصامه، تعرف بانه ايطو عنده حساسيه من كلمه قصامه، لما يسمع قصامه او يسمع كلمه 1 2 3 فيفا لالجيري مباشره الرجل. لكن لحد الان ما عرفتش شنو الكلام اللي وجهه ايطو صامه، ولا ما اعلنت على اي شيء، فقط عرفت ايطو صامه ولا ضربني. قلت لك باقي كل شيء هذا ان شاء الله راح اعلن عليه في المستقبل. ما اقدر اعلن احنا عليك. من الكواليس يعني عرفنا بانه كنت تحاول تعمل معاه انترفيو مقابله صحفيه، وراح تساله على كيفيه تاهل المنتخب الكاميروني، صحيح؟ قلت لك ما احش نقدر، هي قلت لك يعني خلاص يعني ما احش نقدر اقول لك شنو كنت اقول. هل استفزيت ايطو بصراحه؟ ما استفزيتش، لا ما استفزيتوش. ممكن هو استفز اني جزائري، ممكن هو اللي استفزك؟ لا، ممكن هو استفز استفز الجزائر، حس نفسه انه مستفز عندما عرف اني جزائري. ممكن ممكن يعني انت لم تستفز ايطو؟ لا يعني من الكواليس ايضا عرفت بانه ايطو شتمك، هل تؤكد هذا الكلام او لا؟ شتمني وقال لي يو ستوبن، يعني انت غبي. غبي هذه كلمه غبي قالها يعني كثير مرات، وهذه مصوره عندي انا، مصوره عندي. انت طلبت منه صوره؟ لا ما طلبتش منه صوره تذكاريه. لا لانه شاهدنا البعض كان يريد، كل كان يصور معنا، ما طلبش منه صوره تذكاريه، انا فيديو ما احبش الصور. انت كنت كان هدفك انك تجري الحوار. صامويل ايطو اعتذر هذا المساء وقال اني اعتذر عن التصرف الذي قمت به، وقال يجب على الاتحاد الجزائري لكره القدم ان يتدخل ويضع حد لهذه الاستفزازات، وقال بانه عرض لاستفزازات كثيره من الجزائريين. ما ردك على هذا الكلام؟ الصراحه الاعتذار، انت قلت تقدم بالاعتذار الى الاتحاديه الجزائريه ولم يتقدم بالاعتذار لي انا كشخص، واعتذر عن الحادثه بشكل عام وطالب بالاتحاد الجزائري الاتحاد الجزائري ما له دخل، مش هو امرني ان اعمل هذا اللقاء. اول شيء باش اعتذر من الاتحاد الجزائري، وثاني شيء المعني بالامر اللي هو يطلب من يستحق الاعتذار هو انا. حتى لو طلب مني الاعتذار انا ما لازم اخذ حقي يعني كل جزائري. يعني حتى لو ايطو صامويل جاء واعتذر منك فلن تقبل اعتذاره؟ لم اقبل اعتذاره. لا. تريد ان تاخذ طرق قانونيه مع هذا الرجل؟ امر قانوني، ما دام اني في بلد قانون امشي مع القانون. قدمت يعني شكوى وستستمر في طبعا المحكمه والشرطه القطريه، الحمد لله وقفوا معي وشفت المستشفى ما شاء الله رحبوا بينا وعاملونا معامله احسن معامله. ما دام اني موجود في قطر اعتقد ما حقي ما راح يروح، بحول الله ما راح يروح ان شاء الله. ونعاود نوجه رساله للجماهير ومتابعيني، نقول لهم شكرا على دعمكم وتفاعلكم معي على الشيء هذا، الحادثه اللي صارت ما كانت متوقعه ولم تكن في الحسبان، وقعت وقدر الله ما شاء فعل. وبس صفتك اليوم في الانترنت عرفت يعني عدد متابعين وتفاعل غير مسبوق، اليس كذلك؟ تفاعل الحدث، اما المتابعين في كاس العرب كان في تفاعل كبير على قناتي، اما اليوم كان تفاعل على الحدث بالضبط، وما هم كان نفسهم مثلا مشاهده محتوى نفس ما كان هم انهم يشوفوا من هذا الشخص اللي تعرض للحدث. نعم. الان بعد 24 ساعه من الحادثه، لو يرجع بك الزمن الى الوراء تعاود تروح لعند صامويل ايطو وتجري مع الحوار او لا؟ نعم حتى لو تقابل معه نفس الشيء راح اعمل معه حوار، لكن حتى لو طلب مني الاعتذار قلت لك ما راح نقبل الاعتذار حتى اخذ حقي بحقنا. نعم. سعيد شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك ان شاء الله، وشكرا لكم. شكرا مشاهدي الافاضل، كان هذا سعيد ماموني اليوتيوبر الجزائري الذي تعرض لاعتداء وحشي من صامويل ايطو فيس. نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأفعال لأنها لا تشرف صامويل ايطو الذي يبدو أنه فقد البوصلة، خاصة بعد خروج المنتخب الكاميروني مذموما مدحورا من الدور الأول، وكان صامويل ايطو يمني النفس بالفوز بكأس العالم وقد صرح بذلك مرارا وتكرارا قبل بداية هذه البطولة. السلام عليكم.